تبديل اخر، يخرج روبينيو ويشارك باكي. يخرج روبينيو ما تستمر. ميلانو اماميه لسيدورف الى باتو، استلام بمرور وباتو وروسي، باتو وروسي، باتو يسدد وهدف ثالث. البرازيلي يسدد، البرازيلي يسجل، يعيد الفارق من جديد. يفرح الميلانيلو، يفرح جمهور الدافلو بهدف ثالث للبديل البرازيلي. مهارة عالية جدا، مهارة كبيرة جدا، على عكس روبينيو اللي أضاع كل الفرص وأضاع كل الأهداف. باتو لا يهدر، باتو لا يضيع، من أول كورة، من أول فرصة، ومن أول محاولة يتلاعب بماركو روسي، يتلاعب بدفاع باري، وبقدمه اليسرى يسكن الكرة في الشباك على يمين الحارس جان فرانسوا جيليت. هدفه الخامس في الدوري والثالث لميلان في هذا اللقاء. 3-1 عاد الفارق من جديد لهدف، وبنلعب في الدقيقة 79. ادي الهدف، هدف البرازيلي. باتو يعوض كل اللي فاته ويسجل هدف ابن باتو برانكو، يسجل هدف ضمان المباراة في وقت كادت أن تضيع فيه. هزيمة الخمسة على التوالي لهذا الرجل، وكما قلت شوف الكوبري، كوبري على الماشي كده لدوناتي المتعصب والمتنرفز من بداية اللقاء. باتو هدأه بهذا الكوبري، يعني حباية مهدئة كده لدوناتي من النجم البرازيلي. إلى بيرلو، أمامية، لا يوجد تسلل، انفراد، انفراد آخر، إبراهيموفيتش هيطمع، لا، يا ريته طمع، يا ريته طمع إبراهيموفيتش. إبرا أراد أن يقدم هدية لباتو، كسروا الأوفسايد، كسروا التسلل، ولاعبوا باري. دفاع فاشل في التسلل، فاشل تماما في التسلل، ومع وجود ابراهيموفيتش. و2-0 لروما، حسم الامور تماما فوزي، حسم الامور تماما فوزي. ادي باتو تتلعب الى ابرا، يلعبها من لمسه واحده، كان عايز يلعبها بليسنج عاليه برصيد 20 نقطه، والانتر ثالث برصيد 19، وما زال باري في ذيل الجدول وفي ذيل القائمة والترتيب، ويتجمد رصيده كما هو عند 8 نقط. باتوا على الأرض،